معينات، وأنا عبرت عن إرادتي من أجل تعويض ضحايا هذا الموضوع وهذا الموضوع التاريخي والفردي من أجل تقديم التعويضات. فيما يتعلق بلجنة تقر بأنك عدوا أو صديقا للمملكة المتحدة، علينا ألا ننسى أبدا بصرتنا في الحياة. أن طرح علي السؤال بغض النظر عن الشخص الذي سيترأس المملكة المتحدة، أنا لن أتساءل أبدا بهذا الشأن. إن المملكة المتحدة هي صديقة لفرنسا. نحن نعيش في مرحلة معقدة، هناك قوى ليبرالية سلطوية استبدادية أو غير ليبرالية سلطوية. لا يمكن أن لم نكن نستطيع أن نقول أصدقاء أو عدو، كلمة مهمة. ستكون هناك مشاكل كبيرة، وبالتالي أن الشعب البريطاني والأمة البريطانية هي أمة صديقة قوية وحليفة بغض النظر عن قادتها، وأحيانا رغم هؤلاء القادة أو بعض الأخطاء التي تم ارتكابها. فيما يتعلق بعودة هذا الماضي، ما هو موقف الجزائر بشأن الحرب في أوكرانيا وروسيا؟ هذا الأمر يعود للسلطات الجزائرية. أنا أرى وأنا هنا وأتحدث أمام الصحفيين الجزائريين إن الأمة الجزائرية تم بناؤها ضد الاستعمار، إن الحرب في أوكرانيا هي تتعلق بقوة إمبريالية تقوم بغزو جار، بلد جار. وبالتالي أقول بأنه لا يمكن للشعب الجزائري أن يكون مع حرب إمبريالية ضد جار آخر. هل هناك قلق كبير فيما يتعلق بموقع زابوريتشا النووي؟ نعم، هناك قلق فيما يتعلق بالسلامة النووية، ولذلك منذ البداية أنا أعمل مع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفادي ما مشان يحدث بالنسبة لتشيرنوبل. هناك اتصالات في شهر الصيف مع الرئيس زيلينسكي وبوتين. أريد هنا أن أقول وبكل بساطة، لا يمكن للحرب أي شكل من الأشكال أن تمس بالسلامة النووية لتلك المنطقة، وبالتالي النووي السلمي ينبغي حمايته، ويكون هناك اجتماع مهم في هذا المجال. ونحن حصلنا على ضمانات أمنية من الروس والأوكرانيين، يجب أن تكون هناك بعثة مستقلة في هذا المجال. من جهة ثانية، لا يمكن للنووي السلمي أن يكون أداة من أدوات الحرب، ينبغي احترام سيادة البلدان فيما يتعلق بالمواقع النووية. بالنسبة للقوى الإمبريالية الجديدة، هل هناك مسألة عدم حب بين فرنسا وبعض البلدان الأفريقية؟ أنا انخرطت مجددا في السنوات الماضية مع القارة والشباب، وهذا ما ذكرته في زيارة لي لواغادوغو. وهنا أيضا هناك حالات تتعلق بالماضي، والأمر يستلزم وقتا من أجل إعادة الثقة وبناء الثقة. هناك صبر وحب للقارة الأفريقية ولا سيما للجزائر، لأننا مرتبطون. هناك شيء في أعماقنا يربط بيننا من أجل البناء معا. هناك نقد لفرنسا بالنسبة للماضي، وهناك لأوجه سوء تفاهم تركت هكذا، وهناك تلاعب كبير في هذا المجال. لنكون صريحين، الكثير من ناشطين الإسلامويين عدوهم فرنسا فيما يتعلق، وهناك جهات أخرى مدعوين من تركيا وروسيا يعتبرون يرون فرنسا عدوها، وهم يقولون بأن هناك عدو هو فرنسا. هذا أمر مبسط. أنا أقول للشعب الأفريقي اشرحوا لي
الموضوع. عدوكم ليس فرنسا، ربما هذا الأمر كان عمل أجدادكم، ولكن الوضع الحالي الأمر ليس كذلك أبدا. أنا لا أنتمي لهذا الجيل، أنا أتناول هذه الموضوعات بكثير من الطموح والحب. تحدثت عن الرياضة البارحة في آخر لقاء في كرة القدم قبل 20 سنة بين فرنسا والجزائر، كانت النهاية غير جيدة. هل يمكن أن يكون هناك مباراة للمنتخبين الجزائري والفرنسي لكرة القدم؟ نحن سنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن هذا الأمر يتعلق أيضا ببرنامج البطولات القادمة. هذا ما أتمناه، أن أعتقد بأن الرياضة تصلح بين الناس، وهناك أيضا الرياضة والثقافة. نعم، والثقافة أيضا علينا أن نتقدم بمشروعات من أجل تحقيق إشراك الشباب. هذه الموضوعات هي موضوعات يجب أن نكون معا. أحيانا نتواجه في الرياضة، ولكن المواجهة تكون ودية. هل ستكون هناك مباراة بين المنتخبين؟ نعم، هذا سيكون أمرا جيدا. هل يمكن أن يكون هناك اتفاق في هذا المجال؟ لن أخمن في هذا المجال. نحن حريصون فيما يتعلق باتفاق جدي، هو مهم. هناك نقاش مهم مع الرئيس بايدن والمستر شولتز ورئيس وزراء جونسون من أجل التقدم في هذا الملف. الآن الكرة في الملعب الإيراني في هذا الملف، وأنا أكدت لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بدعمي ومساندتي فرنسا للوكالة من كل الموضوعات الفنية، الأمر لا يتعلق بضغط سياسي، أن هذا الاتفاق اتفاق مفيد، وهذا أفضل من اللا اتفاق. وأن المسألة الإيرانية تبقى مسألة مهمة فيما يتعلق بالقوى الصاروخية وزعزعة المنطقة، وعلينا أن نعود إلى هذه الموضوعات.